هاي الاذن هذا سمعته مو احد سولف لي يعني. من ضمن الكلام الذي تحدثت به بلاسخارت مسألة السلاح المنفلت وأهمية ضبط السلاح بيد الدولة. الغريب أن كل القادة العامون للقوات المسلحة العراقية أي رؤساء الوزراء العبادي عادل عبد المهدي الكاظمي كلهم يتحدثون بأهمية حصر السلاح بيد الدولة وهم القادة العامون للقوات المسلحة. أحكي لي بصراحة ما هي العراقيل التي تمنع ضبط السلاح بيد الدولة؟ يا أخي هو أكو إرادة؟ أكو واحد يقدر ينزع السلاح المنفلت؟ يعني احنا يا اما قاعدين هنا نغش العالم ونتكلم ماكو اراده حقيقيه لهذا الموضوع. هذا الموضوع يراد له شجاعه، يراد له قوه في اتخاذ القرار، يراد له اليوم خطط فنيه طبقناها احنا سابقا اتحداهم اذا يطبقوها هسه. ما تعتمد على الحكي هذا واجيب لي بندقيتين بزنجره ورمانتين عاطله. اخي هذا كلام مو واقعي. انا بس اتركني لانه اكو موضوع يمكن خطر، انت لا تحصرني بالجانب الامني زين. فقط لا ما حصرك، خذ راحتك سيد سرمد. يعني هو نقاشنا يضمن مختلف المواضيع يعني الجوانب. نعم حلو هذه خطبة بلاسخارت خليها تفيدها الها بالنسبة ان هذا اللي حكته ترى 10% من اللي احنا نعرفه. خلي ببالك هي مو يعني مثلا هسه مقدمه فتشي، بس انا رسالتي للشعب وللكتل السياسيه عوف الخطاب مالتها كله، لان هذا كله السرد القصصي اللي سولفت به هذا كله احنا نعرفه. لكن اكو موضوع اخطر اهم تقول هاي، اقول لكم لعده مرات المس الامن ولا المره الثانيه احيطكم علما بما يجري بالعراق، ومس الامن ناطيها الابن الصماء. خلي ببالكم هذا الشيء يا شعب ويا كتل سياسية، ترى العالم مو بحالكم لأن أنتوا أصبحتوا مثار امتعاض العالم. خلي ببالكم خاف تصورون بأنه هذا، وارجع للخطاب وقراها تقول هاي المرة الثانية أقولكم. و2018 الأمريكان نفسهم قالوا الملف العراقي إحنا ما أصبح عندنا أولوية، والملف العراقي بالنسبة للأمريكان عليه غبار ومتروك بالرف. لكن هسه تقول لي موجودين هنا وطيارات وهذه، نعم على قد تواجدهم الامني والعسكري للحفاظ على تواجدهم هنا، اما ما تقول لي تتدخل بسياسه تتدخل بهذه او تنزل للشارع ابدا. لذلك خلي يحسون الكتل السياسيه بانه ماكو حلول الا الشعب والا من خلالكم، ما قدرت تحلوها الشعب يحلها. إذا كان الشعب عدة فعلا روح النهضة القوية، لأن واضح الكلام تحكي لي على سنجار ومشاكل الفساد والطبقة السياسية والنساء، ليش هذا احنا ما نعرفه؟ ما احنا يومية يا أستاذ يومية نطلع وياكم نسولف بي زين، ده تحيطني مس الأمن، ليش مس الأمن ما يعرفون؟ منو حاير بالعراق؟ وحتى لكن أنا قهري إنه العراقيين نفسهم بسياسيهم وكتلهم ما حايرين بينا. تريد العالم يحير بينا؟ هذه رايحة مغذتي 10 ورقات تحكي لي اتفاق سنجار، ليش أنا ما أعرف شكو بسنجار؟ أتحدهم يحلوا هالمشكلة السنجار منا البككة، وجو عيد البككة حاطني لك كم اليبجة وغير اليبجة يضربون بالجيش ويقتلون بالجبل مال سنجار زين، وما يخلون الديمقراطي مثلا ولا يطول الدولة. ما أعرف شكو بقنديل، لو ما اعرف شكو بالسلاح المنفلت الموجود بالدوله بالشارع، لو ما اعرف بالنزاعات العشائريه. شنو اللي تكلمته جديد؟ شنو اللي تكلمته جديد؟ الجديد بالموضوع انه هاي تقولهم دالح عليكم حاولوا ساعدوني، تقولي حال دا تتوسل ترى هي زين. هم بما معناه دا يقول بابا احنا بالنسبه لنا ما لنا علاقه بهذا الموضوع بعد، والله بلهجه قالوا نحن حررناكم انتم حيروا بنفسكم. هذا كلامهم بهاي الاذن هذا سمعته، مو احد سولف لي يعني زين. هذا للكتل السياسيه اللي قاعده لحد الان، وبعد منا نهايه السنه ما حد يقدر يسوي شيء. نعم. واي حكومه تجي راح يسقطها الطرف الاخر زين. ويتكلم لي استاذ غسان عن المعارضه، بشرفك احنا نعرف معارضه، احنا معارضتنا شويه حكايتها بالبرلمان ثاني يوم ننزل للشارع. خلي بالكم ترى هذا الكلام اللي والله العظيم انا اذا سمعه يعني ايش قد عندي هدوء، لكنه ديوترني لانه خلوا بالكم كل الطرق مسدوده.